فقرة جديدة عم بتطل عليكم ضمن الحدث الكبير على شاشتنا سعودية عزتي اللي عم نحتفل فيه بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90. عم نقدم لكم كتير من العروضات والهدايا وأيضا التخفيضات الكبرى. هيدي الفقرات مكفية معكم مثل ما هلا حنشوف حاملة لكم العديد من الأشياء. من بداية هيدا الحدث عم نقدم لكم قسائم شرائية بقيمة 290 ريال سعودي بتتسوقوا بقيمة 1299، بتحصلوا على عصارة بلزانو مجانا لأول طلب بتقوموا فيه، بتحصلوا على حسم 30 ريال سعودي. كمان بتحصلوا من شركة أونر على جوائز قيمة من 6 ستريت على قسائم شرائية ومن سترس عالم التسوق على عروض مذهلة وأيضا خصومات بتوصل ل 70%. ننتقل كمان للجوائز الكبرى اللي بتوصل قيمتها بنصف مليون ريال سعودي، جاي لكم كمان من اذا بدنا نقول شركات وماركات كثيره. هيدي الفقره رانيا هي لست البيت للمنزل طبعا هي فقره زي ما قلتي لست البيت وللمنزل. اكيد ست البيت حابه ان هي تنظف البيت لكن بمنتهى الراحه، يكون عندها جهاز سهل جدا، لكن الطرق التقليديه للمكانس الكهربائيه اللي احنا بنتكلم عليها هي بتكون مش عمليه جدا بالنسبه للسيده. ليه؟ لان احنا زي ما بنشوف الحجم بتاعها بيكون بلك كتير وصعبه جدا في الحركه، تقيله، وحتى كمان لو احنا عندنا بيت كبير او فيلا مثلا ما نقدرش نطلع بيها السلم وننزل ونتحرك، مش عمليه بالمره. كمان هنا زي ما بنشوف ان السلك مهما كان طويل بس ما قدرش ان هو يوصل معانا لاماكن كتيره زي ما احنا شايفين مع بعض. والاصعب كمان ساره واللي هو غير امن بالمره التنظيف. لو احنا بنتكلم على تنظيفها بيكون صعب، خاصه لما بيكون في كتير من الاوساخ من الاتربه البيبر باج او حتى طبعا الكيس بتاعها اللي احنا بنتكلم عليه بيشيل كتير من الاتربه والاوساخ اللي هي حتى طبعا رانيا لو بتلاحظي بس تنظفي بتلاقي انت وعم بتنظفي الهواء اللي عم يطلع بتلاقي كمان الهواء داستي، كمان يعني بتشمي ريحه الغرفه مغبره اكيد. وطبعا كل ده بيكون صعب، حتى كمان الاسلاك اللي احنا بنتكلم عليها ممكن تتقطع، ممكن يحصل اي حاجه، السلك مثلا يطلع من بره بيكون غير امن بالنسبه لنا. فاحنا اكيد مش عايزين الطرق التقليديه اللي هي بتكون صعبه معقده في البيت زي ما احنا كده. لكن الحل مع ساره اكيد هنشوف ايه المنتج الرائع اللي احنا بنقدمه النهارده من الماركه الايطاليه اريتي. عم نقدم لكم منتج كتير مميز وهي عباره عن مكنسه مثل ما عم بتشوفوا كوردلس، ما فيها أبدا أي أسلاك، ما بتغلبنا، خفيفة الوزن كتير، سهلة الاستخدام، ولح نشوف هيدا الشيء بسياق الفقرة. كتير سهلة رانيا، بمجرد نحنا ما نعمل هيك بنقدر ناخدها معنا بالإنحناءات اللي بدنا إياها. عنا كبسة وحدة للأون إذا بدنا نقول، وعنا هون بنفس الكبسة بنضغط منسكرة، عنا السرعات الماكسيموم وكمان على الخفيف إذا بدنا إياه. منا كومبليكيتد، منا معقدة، قوة الشفط. في ناس بيشوفوها صغيرة بالزبط. بيفتكروا انها منا قوية او منا باورفل، لكن مع رانيا حنشوف هلا قديه اللي عم نقدم لكم اياها من اريتي هيدي المكنسة سوبر باورفل. فعلا سوبر باورفل، احنا بنتكلم على طبعا قوة موتور عالية جدا. لو بنتكلم على قوة الشفط فبمنتهى السهولة بنشوف ان احنا عندنا مترسب تحت في الاسفل في زي مثلا اتربة او ساخ او حتى القطن، لكن شوفوا من على الارتفاع وحتى كمان المسافة اللي هي عاملة زيجزاج اللي هي بتكون طبعا وعالية رانيا. المسافة عم نشوفها انها هي عالية كتير جداً. عالية، وعلى هيدا الرغم حنشوف قد ايه الشفط. جاهزين؟ جاهزين. بمجرد ما انا على طول بعمل زرار الباور تعالوا نشوف كل الاتربة والاوساخ على طول بتطلع تترسب كلها في سوبر. مكان واحد بمنتهى السهولة واتشفطت تماما، وده قوة الشفط اللي احنا بنتكلم عليها. وبنشوف هنا انه كله بيتحرك طبعا في الكونتينر قد ايه نظيفة، والهواء اللي بيخرج كمان بيكون نظيف، خفيفة جدا 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 في الوزن، وفي نفس الوقت ما بيكونش فيه أي مشاكل أبدا. شوفوا قد إيه هو فعلا جهاز عملي معنا. يلا. أحلى شيء سهولة الاستخدام، وأحلى شيء إنه نحن بكل سهولة فينا ننزلها بهيدي الطريقة. عندنا كبسة واحدة مثل ما ذكرت هي للباور، بمجرد نحن ما نضغط على كبسة الباور بتكون جاهزة للاستخدام. وهنا بيكون الطريقة تفضلي رانيا. عندنا كمان السرعتين، السرعة اللي هي الماكسيمم، السرعة الثانية وهي الإيكو، وبنشوف قوة الشفط. الحلو ان احنا عندنا برضو الـ LED سكرين اللي موجودة هنا، ده بيخلينا ان احنا نشوف الأتربة والأوساخ واحنا بننظف بمنتهى السهولة. كيف بتقدر تنطوي معنا المكنسة بأي طريقة، بتقدر تنحني معنا
بطريقه كثير سهله، مما بيخليها تكون عمليه لست البيت، وخاصه اذا بدنا نقول رانيا تحت تحت السرير، تحت الصوفة، بكل سهوله بنقدر نحن نعملها. الفرش بتاعتها كمان قويه جدا زي ما شايفين، مهما كان انواع الاتربه والاوساخ، سواء الرز، الحبيبات الكبيره، او حتى الورق، او كمان بنتكلم على التراب، نقدر بمنتهى السهوله ان احنا ننظفها على طول مع اريتي فاكيوم كلينر اللي هي الكوردلس. بتعرفي كمان شو حبيت؟ بالعاده الكوردلس ما بيكونوا ستيبل، او بيكونوا كل الوقت ما بنقدر نحطهم بهيدي الوضعيه، بيزيحوا معنا، ولكن اريتي مثل ما نحن عم نشوفها ثابته، سهله التخزين، ستيبل كثير، بتتركيها مثل ما هي بالمطبخ ورا الباب، ما بتاخذ حيز. وهنا حنشوف انه كميه الاوساخ، علشان خاطر في سجاد انواع مختلفه بيكون عميق فبيتعلق فيه الشعر، بيتعلق فيه الارتريب والأوساخ، بالتنظيف العادي بالمكانس العادية أو حتى بالمقشة ما تقدروش أبدا أن أنتوا تشيلوها بالشكل السريع. لكن هنا بنشوف قوة الشفط العالية للكوردلس اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، قد إيه سهلة، وايرلس، خفيفة جدا، نقدر أن احنا نبين طريقة التنظيف قد إيه حلوة. ببين لكم مرة تانية، الكونتينر زي ما شايفين نظيف تماما، ما فيهوش أي حاجة، والسجادة زي ما قالت سارة أن هي مش متوسخة كتير. لكن تعالوا نشوف مع بعض كمية الأوساخ اللي ممكن تطلع. هنا زي حبايبي لكم ان احنا عندنا زرار الباور، بمجرد ما احنا بنشغل زرار الباور عندنا زرار تاني، وهو اللي بيكون طبعا الماكس زي ما شايفين. هنا عندنا الماكسيمم، لو عايزين نغير السرعة من الزرار التاني بنقدر نغيرها على السرعة الايكو اللي هي اقل، لكن انا هنا هستخدم السرعة اللي هي الاعلى. شفتي قد ايه عملية؟ وهنا بنشوف انه السجاد ما فيهوش حاجة، باين ان هو تماما نظيف. لكن تعالوا نشوف كمية الأوساخ والأتربة قد إيه. كمان حبيت سارة إنه أريتي قد إيه سهلة، سلسة جدا على الأرض، عملية، وفي نفس الوقت نقدر إن احنا ننظف كل حاجة، وعلشان الحجم بتاعها رفيع والستيك بتاعتها كمان رفيعة، نقدر إن احنا ننزل تحت كمان الجوانب زي ما بنشوف هنا ال 180 سويفل، إن احنا نقدر إن احنا نحركها من جميع الاتجاهات بمنتهى السهولة، وتحت الأسرة، تحت الكنب، تحت الكراسي. خفيفة الوزن ولكن بنفس الوقت سوبر باورفل، فيها قوة شفط كتير قوية، سهلة على كل أنواع الأسطح إذا بدنا نقول، من السجاد للباركيه للبلاط، عملية كتير لكل ست بيت. صدقوني ما في بيت في بقلبه أولاد ما بيكون في عنا هرهرة من الأكل، ما بيكون في عنا إذا بدنا نقول أوساخ، أشياء بيلعبوا فيها الأولاد، من كولرز لبلاي دو للبسكتس، كثير من الاشياء بحاجه ست البيت انها شيء اون ذا جو على السريع تقدر هي تعمله، وهيدي المكنسه بتامن لكم هيدي الوظيفه. انا كثير حبيتها وانا كمان حبيتها. انا عايزه احكي على حاجه هنا، انا عايزه اقول لكم انه من كام يوم لما اخذت اريتي جربتها في البيت، كان السجاده الموجوده عندي في البيت احنا اوريدي كنا نظفناها بالمكنسه بالمقشه، وكان ما فيش اي حاجه، الاوساخ كمان بالكونتينر، لكن تخيلوا ان احنا لقينا كميه اوساخ كثيره. هنا بنشوف ان الكونتينر اللي موجود عندنا اللي احنا شفنا ان السجاده كتير نظيفه، لكن في اوساخ كتير احنا ما كناش شايفينها. شايفه كل ده اللي بيخش في بطن ومعده الاولاد او اي الاطفال اللي هم بيلعبوا. تعالوا نشوف طريقه التنظيف كمان ازاي سهله. بنتكلم على كونتينر السعه بتاعته وهي 800 ملي، بمنتهى السهوله بمجرد ما انا بفتح الزرار المخصص زي ما شايفين هنا، بيقدر ان هو يفتح عندي الكونتينر، وبنقدر ان احنا نحط كل الاتربه والاوساخ ننظفها بطريقه سهله زي ما شايفين مع بعض. هنا شوفوا كميه الاتربه والاوساخ، الشعر، الوبر، كل ده انتم مش شايفينه متعلق في السجاد، لكن كل ده بيقدر مع اريتي ان هو يتنظف بطريقه سهله وسريعه جدا. هيدي المكنسه كمان من هيدا الشكل اللي موجود مع رانيا، بتقدروا انتم من الشكل اذا بدنا نقول الفيرتيكال فيكم انتم تعملوها هاندي بهيدا الشكل لتكون عمليه لكم بالاستخدام. قوه وحده عندنا هون 1 ستيب، كل اللي عليكم تعملوها. عم نشوف كمان نحن قوه الشفط قد ايه كثير عمليه، بنشوف رانيا لكن حتى عن بعد صح. انا عم بقدر اشفط كل انواع الشعر الاوساخ، ليكو حتى عن بعد انا عم بقدر اعمل هيدا الشيء بكل سهوله، عم بقدر حتى اذا بدنا نقول فوتها صح. بزوايا الصوفة هون عم نشوف قد ايه هي سوبر باورفل.
وعم نشوف كل شيء بيكون معكم بهيدي الكونتينر اللي سهل انه انكم كمان تنظفوها. عمليه خفيفه الوزن، شكلها كثير حلو وكمان كثير باورفل لو تشغليها. اوكي، هنا بنشوف انه حتى كمان الحلوه عندنا ان احنا عندنا هنا الاوساخ والاتربه بفضل التقنيه وهي السايكلونيك تكنولوجي، وهي اللي بتلف على طول بمنتهى السهوله. ده اللي بيخلي الاتربه والاوساخ ان هي تقع في قاع الكونتينر، وفي نفس الوقت كمان تنظفه تماما بفضل طبعا الهيبا فلتر اللي موجود. فهنا بنشوف ان الحركه الدائريه دي بتخلي كل الاتربه والاوساخ تتعلق جوه الكونتينر، مفيش اي اوساخ تطلع مره ثانيه وبتتنظف وبتتعقم زي ما شايفين على الشاشه انه قد ايه التقنيه بتكون رائعه جدا اللي هي السايكلونيك تكنولوجي. وده اللي بيخلي ان الاتربه والغبار اللي احنا بنتكلم عليها هي دي اللي بتكون سهله وسريعه مع بعض. ده اللي احنا بنتكلم عليه ساره انه هنا سايكلونيك تكنولوجي، ولو بنتكلم على طريقه التنظيف زي ما شايفين مع بعض ان هي بتحتوي على الهيبا فلتر، وده اجود انواع الفلتر بيكون موجود في المستشفيات. ده اللي بيشيل طبعا كل الاتربه والاوساخ. والمرحله الثانيه انه لما بيدخل طبعا الاتربه والاوساخ من اعلى بنشوف ان احنا نقدر نشيلها بطريقه سريعه، وهنا في الفتحات سهله التنظيف كمان زي المصفى بالظبط، بتشيل لنا الجزيئات الكبيره للجزيئات الصغيره. ودي طريقه اللي هي التنظيف اللي بتكون سهله، بتكون حلوه، بتكون رائعه طبعا مع الاريتي اللي احنا بنتكلم عليها. قولوا عنا هيدي البرش بنقدر بكل سهوله نغيرها بمجرد نحن ما نعمل هيدي الحركه، بقدر انا زيل اول وحده وبقدر انا حط الثانيه بكل سهوله. البرش من هون فيي طولها او فيي قصرها، رح نشوف طريقه الشطب. عايزه واحده نظيفه قفلتها لك ركبتها وحطيتها وكلها تمام. مثلا اذا عندنا نحن اللابتوب وهلا بالاي ليرنينج اللي عم بيصير بالبيت والاونلاين بالبيت دراسه عن بعد بالضبط، بدنا الحاجه لحتى نشيل كل الاتربه للاولاد من على اللابتوب عم نشوفها بكل سهوله. هيدا الشيء معرضين له كمان نحن بالبيت، الشيبس، الدروبس، السويتس وغيرها من الاشياء ممكن نحن نكون معرضين لها. رح نفرجيكم قوه الشفط قد ايه كمان عمليه، قد ايه هي سوبر باورفول. صحيح، وده اللي بيحصل كمان عندنا ان احنا ممكن على الارض نلاقي طبعا الاوساخ دي بمنتهى السهوله، الكرمز او حتى البقسماط، الفتافيت بتاعت الاكل، فعلى طول مش هتقدري تجيبي المكنسه البالكي الكبيره. yes. بمنتهى السهوله تقدري تجيبي المكنسه دي على طول، تكون عمليه جدا. وحتى كمان ان احنا نقدر ننظف معاها كرسي السياره، الكراسي السياره كلها نقدر ننظفها، المجلس يعني بيكون اكيد موجود عندنا في المجلس، حلو قوي ان احنا ننظف بطريقه سريعه. شفناها بطريقه الهاندي اللي هي حلوه، شفناها كمان بطريقه اللي هي المكنسه العاديه اللي احنا نقدر نستخدمها. اما الطريقه الثالثه اللي احنا بنتكلم عليها انه المرفقات المتعدده قد ايه بتكون مميزه، خاصه لو احنا عندنا هنا طبعا البرش المخصصه، بمجرد ما احنا نقدر نفتحها بالشكل ده هنا بتكون على طول في البرش، بنشوف ان هي الطول بتاعها بيكون عالي، فبنقدر ان احنا ننظف كل حاجه فيها اتربه واوساخ. الحلو ان احنا بنوصل لحتى تنظيف الشباك، ممكن تمسكي معايا اكيد ان احنا بنشوف انه عندنا اتربه واوساخ كتيره نقدر ان احنا ننظفها، حتى بالشعر اللي موجود نقدر ننظف الشبابيك، نقدر ننظف زي ما قلنا الكيباد اللي هي بتاعت برضو اللابتوب. وهنا بنشوف ان الشعر بينظف تماما من جميع الاتجاهات. حلوه لو حتى احنا برضو عندنا الستاير نقدر ننظفها، الاباجورات، النجف، نقدر نوصل للاعلى بسبب الستيك الموجوده فبتوصلنا. خلينا نشوف هذا الجزء كمان هون رانيا، وهنا كمان برضو ساره حتى على الاجناب وعلى برضو الاوساخ اللي موجوده هنا نقدر نشيلها اللي بتكون متعلقه كتير. yes. ومع التراب مع الغبار كل ده بالاول ما بنفتحه صارت تنظيفه. هون عم نشوف كيف عن جد عم نقدر ننظف نحن بكل سهوله، عم بيكون عندنا التنظيف سهل بسبب هيدي الاتاتشمنتس اللي موجوده، وبسبب اذا بدنا نقول السكشن باور السكشن باورز اللي جايه لإلكم مع هيدي الباورفل كوردلس كلينر او كاربت كلينر او فلور كلينر جاي لإلكم من اريتي. السعر التنافسي اللي عم نشوفه قدامكم على يمين الشاشه عن الاسعار اللي بنلاقيها بالاسواق، عم نلاقي الكوردلس بنلاقيها ب 811 درهم، عم نلاقي 1849 ريال سعودي، 1319 ريال سعودي، بننتقل كمان لمكانس ثانيه بتوصل ل 2099 ريال سعودي. بينما نحن بهيدي الفقره عرضنا سوبر، اكيد عرضنا سوبر لانه
السعر اللي احنا بنقدمه لطبعا مكنسة أريتي هو 499 ريال سعودي، وطبعا لو بنشوف الأسعار سعر السوق هو 999، فانتوا بتوفروا 500 ريال سعودي من ماركة إيطالية، مكنسة لاسلكية وكمان بتشتغل ببطارية من الليثيوم مستمرة لفترة طويلة، وحتى كمان بنشوف كونتينر 800 ملي وهنا بطارية الليثيوم، وهنا بيجي المكنسة الأساسية بالفرش بتاعتها والمرفقات، ونقدر نثبتها مع الليستيك لو نستخدمها يدوية أو حتى مكنسة عادية أو حتى مكنسة ننظف بها الأسطح والستائر، كل دول بس ب 499 ريال سعودي من الماركة الإيطالية أريتي ببطارية مميزة جدا من الليثيوم. كل اللي عليكم تعملوه تتصلوا فينا على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة، ما تنسوا أبدا فيكم كمان تحصلوا على منتجاتنا من الكيو آر كود اللي ظاهر كمان على يمين الشاشة. ما تروحوا بعيد للي انضم لنا هلا، رح نرجع نكفي معكم بعد البريك، ابقوا معنا. الطريقة الحديثة للتنظيف مع المكنسة اللاسلكية من الماركة الإيطالية أريتي، مزودة بمرفقات متعددة لتنظيف الحدائق والسيارات والمفروشات، ومرفقات لتنظيف أصعب الأماكن والجوانب. قوة شفط عالية، سهولة الفك والتركيب، مكنسة كهربائية وبدون سلك تروح معاكي في أي مكان مهما كان بيتك كبير، وبتنظف الأرضيات والسجاد وبتمريرة واحدة بس. مع خاصية الإضاءة LED Light عشان تشوف الغبار والأتربة بوضوح. عرض ما يتفوتش، احصل على المكنسة اللاسلكية من الماركة الإيطالية أريتي فقط بسعر 499 ريال سعودي ضمن عرضنا لليوم الوطني السعودي 90. احتفلوا باليوم الوطني السعودي 90، خصومات تصل حتى 70%، خصم 30 ريال سعودي لأول طلب، قسائم شرائية بقيمة 290 ريال سعودي مع كل عملية شراء، تسوقوا بقيمة 1299 أو أكثر واحصلوا على عصارة بلزانو مجانا، تسوق واربح، أجهزة إلكترونية قيمة من هونر، قسائم شراء قيمة من 6 ستريت، الجوائز الكبرى، هدايا بقيمة 10,000 ريال سعودي من أونر، قسائم شرائية بقيمة 5,000 ريال سعودي من 6 ستريت. لا تفوت الفرصة بربح جوائز بقيمة 500,000 ريال سعودي. سعوديتي عزتي، العرض الأضخم على سيتروس. مكافيين معكم هيدي الفقرة الخاصة من الحدث الكبير سعوديتي عزتي اللي عم نقدم لكم فيه فقرات متنوعة حاملة لكم منتجات كتير متعددة مع عروضات وجوائز. نحن اليوم عم نقدم لكم هيدي المكنسة مثل ما ذكرت اللي هي الكوردلس. بالعادة دايما لما منقول كوردلس بتوصل أفكار لإلنا إنها منا تكون باورفل، منا عملية، قوة الشفط مش كتير قوية. رح نثبت لكم هيدا الشيء مع أريتي مختلف. هون عنا هيدا التيوب اللي جاي لإلكم بشكل إذا بدنا نقول زيكزاك لتحت، عنا هون بالأسفل عم نشوف الأوساخ والأتربة، ولح نفرجيكم كيف قوة الشفط لح تكون لنقدر نحن ناخد كل هيدي الأوساخ من الأعلى. 1 2 3، بنشوف قوة الشفط قد إيه بتوصل من هنا دايركتلي على طول، وصلت وتشفطت كلها تماما. شوفوا قد ايه حلوه والارتفاع بتاعها بيكون رائع. هون عم نشوف كل الاوساخ والاتربه كلياتها صارت جوا هيدا الكونتينر، قدرنا انه نحن نشفطها على الرغم من انها كانت كثير بالاسفل، ولكن قدرنا انه نحن ناخذ هيدي الاوساخ بكل سهوله. عندك ساره انت بتستخدميها هاندي على طول في الايد، سهله جدا وعمليه وخفيفه، لكن كمان بيجي معاها الاستيك الطويله علشان خاطر نقدر ان احنا نشغلها بطريقه مكنسه كهربائيه عاديه لكن لاسلكيه في نفس الوقت. الحلو ان احنا عندنا هنا زرار الباور
باور، طريقة استخدامها سهلة، بطارية من الليثيوم، وهنا أول ما بنشغل زرار باور في عندنا السرعتين الماكسيمم، أو كمان لو عايزين نحط على السرعة الثانية اللي هي الإيكو اللي بتكون أقل، لكن خلينا نشغلها على السرعة الكبيرة. وبنشوف إن هنا عندنا على تايلز مختلفة، على الباركي مثلا هنا بنشوف إنه عندنا الـ LED لايت، وده اللي بيخلينا ان احنا نشوف الأتربة والأوساخ اللي احنا شايفين بمنتهى السهولة. على طول بنشوف ان الفرشة بتكون سريعة جدا، تقدر تلم كل الأتربة والأوساخ مهما كانت جزيئات كبيرة او حتى حبيبات صغيرة. وبنشوف ان في سويفل ان احنا 180 درجة نقدر نحركها من جميع الاتجاهات. من هنا بمنتهى السهولة بنقدر ان احنا نحركها بالشكل ده، بنروح على طول على الحبيبات الأقل وهي التراب الغبار اللي طبعا بيكون صعب تنظيفه بالمكنسة الكهربائية العادية أو حتى كمان بالمكانس اللي هي أو المقشات أو كده. شايفين على طول لمت كل الأتربة والأوساخ كل حاجة، وأقدر أتحرك من مكان للتاني. هنا برضو نوع تاني من الأوساخ وهي الأتربة اللي طبعا أعياد ميلاد الزينة، كل ده بيكون صعب إن هو يتنظف بالطرق التقليدية، لكن هنا مع أريتي على طول بمنتهى السهولة قدرنا نشفط ونسحب كل حاجة بطريقة عملية جدا زي ما شايفين. وده ولا أسهل، ولا أسهل جدا، وده بفضل كمان الفرش اللي احنا بنتكلم عليها سارة. الفرشة اللي موجودة اللي احنا شايفينها مع بعض هي فرشة عبارة عن الشعر اللي هو بيكون ناعم جدا مع الألومنيوم، ده اللي بيسحب وبيشفط بمنتهى السهولة كل الأتربة والأوساخ، وفي نفس الوقت كمان ده الشعر هو اللي بيبتدي انه يلمع الأرضيات المختلفة سواء السيراميك أو حتى الباركي أو حتى كمان أي شيء من طبعا الأسطح المختلفة. حبيت كتير بأريتي إن هي مكنسي سيبت جدا وستيبل، بالعاده الكوردلس بنلاقيهم عم يتحركوا معنا، بينما هون بنشوف انها سهله التخزين وستيبل اكثر. بنشوف السجاده اللي موجوده معنا في شكل، في يعني اذا بدنا نقول ببين كانها سجاده نظيفه. الكونتينر اللي موجود معنا هون عم نشوفه قد ايه الكونتينر جاي لكم نظيف، ما في ابدا اي اوساخ ولا اتربه ولا اي شيء بالمره. والسجاده نوعا ما نظريا عم نشوفها انها هي نظيفه. بالضبط، خلينا نشوف قوه الشفط قد ايه حتشلنا حتى الاتربه الناعمه. تمام، يعني على فكره ساره قبل كده انا اوريدي جبت مكنسه اريتي للبيت، بنشوف انه حتى طريقه التنظيف بتاعتها لو احنا منظفين بالطرق التقليديه اللي هي المكانس العاديه الكهربائيه اللي بسلك طويل او حتى المقشة، يعني عايز أقولك السجادة بتتنظف سارة كل يوم كل يوم، لكن لما استخدمت أريتي طلعت كمية شعر كتير جدا. والحلو ان احنا بنقدر ان احنا ننظف تحت الأسرة، الكنب، الكراسي وغيرها من الأماكن المختلفة، على لأنها عملية وحجمها صغير فبتقدر انها توصل لأماكن متعددة وقوة شفطها بتكون عالية. يعني انا متخيله انه مفيش حاجه تطلع منها صراحه. لا حفرجيكي انه في اوساخ كتير بتقدر تطلع معنا مثل ما هلا نحن عم نشوف، بتقدري تشيلي هيدي الاوساخ كلياتها. صح زي ما شايفين كتير عمليه، هون عم نشوف كل هيدي الاتربه اللي اوريدي قدرت تطلع معنا، بمجرد ما نعمل كليك وحده بتنزل عنا كل الاوساخ كل الاتربه اللي نحن افتكرنا انه السجاده اللي موجوده عنا نظيفه. فعلا افتكرنا ان هي نظيفه، لكن هنا بنشوف انه كميه اتربه واوساخ احنا قدرنا نطلعها. لكن الحلو زي ما قلنا ان احنا نقدر نستخدمها كمكنسه كهربائيه عاديه او هاندي، او هاندي بمنتهى السهوله، زي ما بيجي معاها مرفقات كتير متعدده خفيفه جدا في الحجم. المكان المخصص للبطاريه اللي هي الليثيوم هو ده، فبنشوف ان هي قد ايه بتكون عمليه. هشغلها، مستخدمه اول مرفق هو الكريفيس تول، وده اللي لو في اي اتربه او اوساخ على الكراسي او حتى مثلا الفتافيت اللي هي بتاعه الاكل البسكوت للاولاد وهم قاعدين، بيكون سهل ان احنا يكون عندنا مكنسه موجوده على الجنب، حتى زي ما شفنا ايزي باركينج ان احنا نحطها بمنتهى السهوله. برضو الكريفيس تول انه سهل عشان توصل للجوانب اللي بيكون صعب الوصول اليها، زي ما شايفين هنا برضو عندنا طبعا الورق اللي بيكون موجود هنا، الجوانب كلها زي ما شايفين نقدر نشيلها، وتنظيف حتى الكراسي بيكون سهل وعملي زي ما شايفين مع بعض. وهنا بنشوف انه طبعا كتير من الأتربة والأوساخ اللي موجودة عندنا متعلقة، لكن بنشوف ان هي كلها بتبتدي انها تلف مع بعض، وده بفضل التقنية وهي السايكلونيك تكنولوجي. السايكلونيك تكنولوجي زي ما احنا شايفين قد ايه بتكون عملية جدا، لان احنا ساعتها بنقدر ان احنا نشيل كل الأتربة والأوساخ وايضا
كل دول بيكونوا مع بعض علشان خاطر ان هم يشيلوا الأتربة والأوساخ ويخلوها موجودين في قاع الكونتينر، فبالتالي بنقدر ان احنا بمنتهى السهولة ننظف كل ده. ليه؟ لانه الخاصية الثانية انه طبعا الاريتي اللي احنا بنتكلم عليها فيها الهيبا فلتر، وهو نوعية الفلتر القوية الموجودة في المستشفيات اللي بتشيل البكتيريا والجراثيم بمنتهى السهولة، بتخليها تترسب. ده الفلتر الاولاني، لكن هي فيها اربع فلاتر، اربع مراحل بتمر بيها. وكمان هنا الفلتر الثاني العامل زي السترينر، المصفى اللي فيه فتحات بيخش منها الفتحات اللي هي الجزيئات الاكبر، وبعد كده في الثلاث طبقات اللي في الفلتر الثاني الهيبا فلتر بيبتدي انه تترسب كل الجزيئات وبكتيريا وجراثيم ويطلع هواء نظيف من الناحيه الثانيه. عم نشوفها قد ايه هي كثير عمليه، قد ايه هاندي. في عندكم العديد من الاتاتشمنتس اللي بتقدروا انتم تستخدموها، عمليه جدا سهله الاستخدام. بمجرد نحن ما نحط الاتاتشمنتس بهذا الشكل، في عندنا كبسه فينا نطول الفرشاية أو فينا نقللها، سهلة الاستخدام وكبسة واحدة للقن. واو، بصوا هنا كمية الأوساخ برضو. حتى كمان سارة إن إحنا شايفين كتير من طبعا الطرق المختلفة اللي إحنا نقدر إن إحنا نستخدم معاها أريتي بمنتهى السهولة، زي ما شايفين على الكراسي، حتى الحبيبات الكبيرة جدا بومبوني والكاندي بتاعت الأطفال، الشعر حتى لو متعلق هنا نقدر ننظفه، الأحرف والجوانب بالكريفس تول. شوفوا قوة الشفط قد ايه رائعة، انه من على مسافة بعيدة صارت بتبتدي yes. وهيدي هي الحركة اللي نحن حكينا عنها اللي بتساعد انها تشفط كل الاوساخ بطريقة جدا عملية. السعر رانيا اللي عم نشوفه بالاسواق، او اذا بدنا نقول الاسعار، عن جد عم نقدم سعر تنافسي. فعلا سعر تنافسي زي ما احنا شايفين مع بعض هنا، الاسعار 811 ريال سعودي. هنا كمان برضو ناحية تانية بنشوف 1449 ريال سعودي، وايضا 1319 ريال سعودي، وكمان 2099 ريال سعودي. لكن اليوم عرضنا ملوش مثيل اكيد. السعر اللي عم نقدم لكم اياه هو 499 ريال سعودي، جاي لكم هيدا العرض اقل من الاسعار اللي بنشوفها بالاسواق، واقل كمان من سعر اريتيه بالاسواق. السعر اللي موجود لاريتيه هو 999، ولكن نحن عم نقدمه ب 499، يعني عم بتوفروا 500 ريال سعودي. كل اللي عليكم تعملوه تتصلوا فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه. ما تنسوا كمان فيكم تحصلوا على عروضاتنا من خلال الكيو ار كود اللي موجود كمان على يمين الشاشه، بياخذكم على الموقع الالكتروني. فقرات سعوديتي عزتي والحدث الكبير باليوم الوطني السعودي 90 كفى معكم. كل عام وانتم بخير، تابعوا فقراتنا وشوفوا العروض اللي جايه لكم الحصريه. الطريقة الحديثة للتنظيف مع المكنسة اللاسلكية من الماركة الإيطالية أريتي. نظفي كل شيء في المنزل من الأسطح والأرضيات والأسقف والستائر، اللابتوب والأسطح المختلفة مع سهولة التنظيف. مزودة بمرفقات متعددة، قوة شفط عالية، سهولة الفك والتركيب. مكنسة كهربائية وبدون سلك، تروح معاكي في أي مكان مهما كان بيتك كبير، عرض ما يتفوتش. احصلي على المكنسة اللاسلكية من الماركة الإيطالية أريتي فقط بسعر 499 ريال سعودي ضمن عرضنا لليوم الوطني السعودي 90.